إن تحقيق السلام ونشره هو مقصود جميع الشرائع وغاية جميع الرسالات والشرائع الربانية والملل السماوية. ولقد جاءت جميع رسالات الله وشرائع الأنبياء عليهم السلام بمعاني السلام والمحبة بين الناس والوئام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والسلام هو الطمأنينة والأمان والسكينة والاستقرار والسمو بالنفس في القيم النبيلة والأخلاق العظيمة.